السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم في مطبخ سهيلة، اليوم غنحط لكم حلوة سهلة ديال المايزينا، ما فيهاش المقادير بزاف وكتجي هشيشة وكتذوب في الفم. دونك شنو كنحتاجو؟ كاس ديال الزيت ديال العنبة، كاس ديال السكر، واحد 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة هنايا، او 500 غرام ديال مايزينا. هنا كنحتاجو 3 ديال البيضات، وهنا كنحتاجو واحد فاني اختيارية. اول حاجه غناخد واحد الاناء غنديروا فيه البيض وسد، من بعد كنديروا البيض نخفقوه شويه مزيان، كنزيدوا عليه السكر سنده حتى كنضربوهم شويه مزيان، عاد نضيفوا الزيت، غنزيدوا فانيلا، ونحركو مزيان حتى كينسجم لي الزيت والبيض. من بعد نضيف داك الخميرة للمايزينا ونحركوها، ونضيفها الخليط شوية بشوية حنا كنخلطو، صافي غنبقى نخلطها هكا حتى كندخلو داك 500 غرام كلها، ونرجع لكم. من بعد البنات ما جمعتها بحال هكا ولات ليا قاصحة، يعني دخلت فيها 500 غرام ديال النشا او المايزينا، يعني ما تزيدو ما تنقصو، يعني هداك المهم هنا كنحتاج واحد الطاوة من غير الفابا بيشي في غيزي دائما. انا غنشكلوهم كويرات صغار او متوسطين اللي عجبكم، عاد ندوزو للتين. هانتوما نبقاو نديرو الدواء كويرات في نفس القياس في نفس الحجم حتى نكمل. بعد ما البنات ساليت الطاوة انا غنديرها درتهم تقريبا متساويين صافي، ودابا غندخلها الفران يكون على درجة متوسطة، يعني ما تخونش بزاف، وندخلها وما تحمرش بزاف. وهنايا كنحتاجو للتين، كنحتاج بالنسبة للشوكولاتة ابيض والشوكولاتة كحل، يعني غنزينو بيهم بجوج، ودابا غندخلهم الميكرووند دغيا باش يسرع لي دغيا، دونك ونخرجوهم من الفران ونبداو في التين، نخليهم حتى يبردو عاد نبداو في التين. من بعد البنات هاهي من الحلوة خدات لي داك اللون الذهبي، هادو غير زربت عليهم. المهم صافي دابا غنخليوها حتى تبرد، من بما وجدت الشوكولا انا زدت عليهم، منين ذوبتهم زدت عليهم شويه ديال الزيت غير باش يعطيني داك البريونس. وهذا المهم نخليو نتسناو عليهم حتى يبردو ونرجع لكم. دابا ملي غنحتاجو هاد السباتول هذا وغنبقاو نفرقو في الجناب غير بشويه، عندكم نفرقوهم او شي فوقشات ولا هذا غير باش ما بقاوش الا ملاصقين. صافي من بعد غنحتاجو وحده، هانتوما كتشوفوها، وغنلفوها هاهي. من بعد هادي درنا هنايا، غنزيدو الاخرى، ونحطوها بعيدة عليها، ولا من الأحسن ديرو بلاطو هكا بلاطو هكا، المهم معليش، المهم ما تقربوهمش حدا بعضياتهم. صافي غنبقى مستمرة هكا نفس الطريقة حتى نكمل هادشي كامل، باقي عندي واحد الطاوة في الفران تاعي خدني قبلها. المهم الوقت 15 دقيقة، ما تفوتوهاش، ومرة مرة قلبو من التحت وشوفو، خاص يكون هكا بيض بحال هكا، وغير هو كيكون لونو ذهبي. دونك صافي غنكمل هاد المراحل حتى نساليهم ونكمل معاكم. هانتوما البنات انا شديت هنا درتهم في قلب هذاك بابي كويسه، صافي بديت كندير هنايا واحد السطر كحل وواحد السطر بيضا غير باش ما يتخربقوش،
صافي عمرت هذا البلاطو هذا، وباقي ليا شي وحيدات وباقي ليا واحد اخرين نكملهم ونبداو في التزيين. هانتوما البنات من بعد في هذاك في بلاصتها غنديروا لها خطوط بحال هكا، غنبقى مستمره. وهذاك البيضان غنديروا لها النواغ ونكمل. وهانتوما البنات في الشوكولا لو بلون غنديرهم خطوط رقاق بزاف. نبقاو مستمرين هكا حتى نكملو داكشي اللي باقي. من بعد البنات ما سالينا الحلوة ديال مايزينا، ها هي كي كتجي رائعة في المنظر ديالها وفي الشكل ديالها. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وشاركوا معايا في القناة يوصلكم كل جديد ان شاء الله، باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى انكم تجربوها سهلة، ما كتطلبش الوقت بزاف. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليا، وكنشكركم بزاف. هاي كي كتجي انا كتعجبني حيت ساهله، حتى في المقادير ديالها مستهلين، ما كتخدم ما كتطلبش شي خدمه بزاف، دونك سهله. هذه ديال دواز اتاي، دونك تحط في الكوتي ولا يديوها دير للوليدات الصغار اللي كيبغيو الشوكولا ولا هذا. المهم كنتمنى انها تنال اعجابكم، وبالصحه والراحه.